فحنتحدث اليوم عن شاب من سوريا الحبيبة يعمل في مجال عرض الأزياء، يمكن شكله يمكن مواصفاته خدمت هذا الموضوع أو خلته أنه يستثمر أو يستغل بذكاء معين أنه يطلع عن القوقعة ويعمل في مجال صعب جداً أنه الشخص يتقبل أو الآخرين يتقبلوه بالمجتمع، هو أن يعمل كعارض أزياء. معنا اليوم عارض الأزياء شادي حاطوم من سوريا. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، شكراً على المقدمة الحلوة كثير ست أسيل. كل هلا بك يا شادي، نورتنا ونورت صباح الخير على قناة ون نيوز، ومقدمة تستحقها أنت بصراحة. لو ما كنت أنت على يعني قالبك يخدمك ولكك وكل تفاصيلك، يمكن ما يعني ما كنت متواجد معانا الآن. يعني لو يجيني شخص لا يحمل مواصفات شادي أقول له أنت وين رايح؟ جيت أشتغل كعارض أزياء. يوم شادي اسم الله ما شاء الله، طول بعرض بمواصفات حلوة بملامح عربية. يعني متعودين إحنا لما يكون أكو عرض أزياء رجالي تشوف الشاب الأوروبي الأشقر، صحيح، العيون ملونة، المواصفات، بحيث الشاب العربي من يشوف مثلا الطقم هذا أو هذا الزي لابسه شخص أوروبي يقول لك يمكن علي ما يرهم. اليوم شادي لا، يعني داي نعطي صورة انه لا، انا كشخص عربي وبملامح عربية، صح، وعربية جدا طبعا مثل ما تشوفوا بالكاميرا، يعرض ازياء. من وين جبت الفكرة وليش؟ وليش اختاريت هالمجال؟ بصراحة انا متعلق وعندي هوس بكل شيء اسمه فن. وقديما انا من زمان محاولاتي بموضوع اتجاه التمثيل والفن لحتى نقدم رسالة للعالم، للشباب اللي مش قادرة تطلع من هاي القوقعة اللي هي فيها، مش قادرة تتجرأ. فخطرت لي الفكرة انه مع موضوع محاولتي باتجاه التمثيل لازم اخترق اعمل شيء كثير جريء اللي هو عرض الازياء. هو اللي مثل ما قلت جريئة طبعا، يعني قد يكون عند مثلا عند الاهل عند المجتمع صعب يتقبلوها. طبعا صعب جدا يتقبلوها، ونحن متعودين دائما بالمجال العربي دائما مثل ما قلتي البنت هي اللي لازم، هي اللي عرضت الازياء، هي اللي تطلع. حتى لما انا بلشت عبلاقي كثير صعوبات لانه البنات فقط بعضهم مش متعودين كشاب او قلتي ملامح عربيه انه يكون عارض ازياء. فانا خطرت لي الفكره هي جريئه حتى افيد الشباب، يكون في حدا قدامه الخطا هي الخطوه الجريئه، يتشجعوا انه انت عندك ملامح عربيه، عندك طول، كاريزما، فبتدخل وبتنجح. وان شاء الله يعني بمحبه الناس الي كمان اللي دعمتني، توقعت يعني بفتره كثير قصيره العالم حبت ودعمتني، وان شاء الله يكون ناجح هذا اللي المشروع. ساعدك مواصفاتك يعني مثلا انه انت طول، ايش قد طولك انت؟ طولي 1.90 متر. ما شاء الله 190 سنتي. 190 سنتي ضمن المواصفات العالمية يعتبر هذا بيرفكت. طبعا صح؟ طبعا تمام. اهتمامك ببنيتك الجسدية لازم يكون موجود، يعني مثلا انه مرات تشوف بعارضين الأزياء انه جدا ضعيف. انت لا، انت ماخذ ستايل عربي. انا ماخذ ستايل عربي وستايل الكلاسيك. يعني أنا لا أعتبر حجمي ضخم جداً أو ضعيف جداً، فماخذ الحجم الكلاسيك المتوسط وبهتم ببنيتي دائماً وبالرياضة على هذا الأساس. على أساس أنه مهتم بالرياضة حتى تحافظ على تواجدك بالساحة أو بحالة تنافسية. طبعاً طبعاً لازم بشكل يومي، أهم شيء هو الرياضة ونظام الأكل. يعني لازم يعني نتبع نظام غذائي صحي، لازم يكون نظام الغذائي صحي جدا، يعني فينا نقول شبه دايت، سكريات ممنوع، كل شيء شوكولا ممنوع، صح؟ كثير يعني صعب، يعني اكو ضريبه. طبعا على فكره طبعا. هذا يعني هذا الكلام نسمعه باللقاءات من عارضات الازياء، يقول لك انه انا يعني اكل اكل كلش قليل، ما اشرب مثلا العصائر، ما اشرب البيبسي وما شابه، نفس الشيء الرجل؟ صحيح، نفس الشيء لما انك تحافظي على جسمك، لانه كل هاي الاغذيه اللي عم ناكلها كلها سكريات وبتسوي دهون. فنحن مضطرين لحتى ننجح لنضلنا باطلاله حلوه، لنضلنا بجسم حلو، لازم يكون اكلنا صحي. بس الضريبه هي انه تنحرم تنحرم،
بصير عنده الدرجة بيفوت بمراحل بصير في اكتئاب. اكتئاب طبعا لانه حرمان السكريات والشوكولا وما شابه هي تسبب اكتئاب. طبعا اكيد بس بعض الاحيان بنخالف لحتى بس نروح الاكتئاب. الشوكولا السكريات يعني ناكل مثلا نعمل يوم اوبن مفتوح ناكل فيه لحتى بس نرجع نعدل مزاجنا ونرجع نشتغل. البشرة وما شابه ايضا هم لازم يهتم بها الشخص اذا فات بهذا المجال عرض الازياء. طبعا اكيد يعني كمان مش بس البشرة الوجه لازم الجسم بشكل عام يعني يظل متابع لحتى انه بده يطلع على الكاميرا بده يطلع بمظهر بيرفكت بده يكون مميز بكل شيء. طيب شلون تعلمت؟ يعني من وين من الدافع اللي خلاك انه يعني توقفت امام المرايه وقلت انه اني اوكي يعني طولي حلو عندي كتاب ليش ما استثمر الموضوع ولا عندك حب لشخص مثلا معين يعمل بهالمجال اكو قدوه اكو 100% بالبدايه هيك يعني شفت حالي انا انه قلت اكتشفت انه لازم انا بالمجال العربي كان شكلي عربي فراح يخدمني هذا الشيء كثير وما في قدامي كان يعني تبعت موديل اوروبيين بالبدايه يعني شفت في اللي هو اخترق المقاييس والمعايير اشهر عارض ازياء هو ديفيد كينيدي من اصول بريطانيه هو فاخترق المعايير طوله كمان كان 1.90 متر وكذا فصار يدخل شيء بين السبور شيك مع الرسمي مع يدخلهم مع سبور فاخترق ونجح فكانت فكرته فقلت انا طيب هو نجح واخترق هذا الشيء انا عندي بملك هذا الطور اي بس باوروبا اكو تشجيع يعني واكو طلب من قبل الشركات ودور الازياء انه يصير عرض للازياء من قبل الرجال بالوطن العربي او بالعراق يعني جدا صعب او ينعدون على الاصابع صحيح يتمنون انا اعتقد يتمنون يعني مرات مثلا في الشركه الفلانيه عندها فت كولكشن معين تريد تطرحها للاسواق فتقوم ترجع عادينا مثلا ابسط شيء انه تروح تسويها بتركيا لعارضين ازياء اتراك مو عرب 100% صح فانا لهيك اخترت ان يكون متواجد هون يعني حتى عبعدني لحد هلا عم بلاقي صعوبات كثير يعني شركات البرودكشن او ما في هذاك الطلب ما في اماكن تروح انت تعرضي فيها ازياء او هيك فعم بلاقي صعوبات بس معها ماخذها تحدي يعني طبعا اللي بده شيء واللي عنده حلم وطموح لازم يسعى له قد ما كانت الصعوبات موجوده بالعكس اذا كان الطريق كثير صعب الوصول بالنهاية بيستمتع الواحد بانه حققته اكيد بناء ببطء ينطي نتائج قويه طبعا 100% شادي بلشت بيها لما كنت بسوريا ولا بعد انتقالتك للعراق بصراحه انا كانت الفكره لا من لما كنت بسوريا بس يمكن الاوضاع ما سمحت في وقتها طبعا ما سمحت ابدا فاضطريت اني اطلع وظل الطموح عندي يعني الواحد باي مكان طالما عنده طموح بيقدر يعمل شيء وبيقدر يحقق شيء يعني الفكرة أني متواجد حالياً ومعك لأني عم بس على هذا الشيء الله يسلمك وشرف إنه شادي وين تريد توصل؟ يعني هل هو الموضوع أنه أنا أعرض أزياء لأنه ممكن يجيب لي فلوس؟ ممكن الوارد مالته جيد مثلاً على كل جلسة تصوير ممكن مبلغ فلاني؟ هل هو هذا القصد؟ بصراحة كمان مشان ما نقعد نحكي دائماً أنت مثاليات فاوكي الوارد المادي طبعا مهم طبعا لأن مهم الانسان وين راح يعيش أكيد لازم بس الاهم من الوارد المادي هو الطموح الحلم اللي انا بدي احققه يعني حلمي بموضوع الموضه والازياء ان شاء الله نقول العالميه يعني بعدنا بدايه الطريق بس اكيد لازم الواحد يعلي سقف احلامه يعلي للعالميه مشان ما يوقف مشان يضلوا يسعى فان شاء الله اكيد بنامل يعني نوصل للعالميه واللي بيأملوا انه هذا الشيء اللي عم بعمله اللي تحبه العالم لانه نحن رصيدنا وراس مالنا اللي بيخلينا نحن ننجح هي محبه العالم لنا ودائما انا بسعى اني اكون مع كل العالم متواجد باي لحظه بيسالوني بيحكوني ممكن انا اساعدهم تحضر مناسبات تتعرف طبعا على الناس طبعا اكيد بدنا نطلع طيب شادي ليش ما فكرت انه وانت ابن سوريا وعندك مواصفات وسوريا اني لا اعرف انه تنطي مجال بعالم اختراق مثلا التمثيل انه ليش لا مثلا انت وتجاوبني خلي ان شربك القهوه على القهوة. على بورتك. طبعا عاشت يعني ايدك شكرا شادي ابن سويده صحيح وحي الله اهل سويده انهم معزه خاصه جدا يعني عندي على الصعيد الشخصي ومعروفين اسم الله بنسب الجمال اولاد
يعني جبال الجبل. على بادية على فمواصفات حلوة. صحيح. ليش ما اخترقت المجال بالتمثيل؟ مو أسهل؟ مو واردة المادي أكثر؟ بصراحة اشرب قهوتك يا أشهد. تسلمي يا رب. صحة وهنا. أي تسلمي. حاولت أنا كثير بمجال التمثيل، وبصراحة قدمت بسوريا سنتين على المعهد العالي للفنون المسرحية. بس بتعرفي أنت، خلينا نكون هيك نحكي بصراحة، يعني بأي مجال في واسطات. تمام. فأنا حابب اخترق شيء أنا بمجهودي الشخصي. تمام. ما كنت رافض لأي واسطة أني أدخل من خلالها، فأنا بدي أدخل من خلال أعمل شيء تحبه العالم، تصير العالم هي تطلب شادي، سواء بس صعب هسه. هذا هاي قضية تحدي، صعب انه انا ادخل بمجهودي، يعني في كل مهنة لازم اكو شخص ياخذ بايدك ويوصلك لاول الباب. صحيح. مشوارك يعني شوية صعب، وانا يعني انا اعتقد شادي ممكن انه ينفع باشياء لها علاقة بالتاريخ، شكلك تاريخي يعني. صحيح. من تشوف، وهي مرات يدور عليها المخرج، يعني كأنه دا ينكش يبحث عن إبرة كومة قش. صحيح. إنه شكل تاريخي أسمر بملامح عربية، ملامح حادة، حتى مثلا يكون بفيلم أو مسلسل تاريخي. صحيح. اعتقد انه يعني راح عليكم المخرجين، لازم من خلال هذا اللقاء اليوم تكتشفون شادي ان شاء الله، مو بس بعرض ازياء. طبعا مو غلط انه الواحد يجمع بين مهنتين، طبعا يعني اليوم صار المجال مفتوح. طبعا. يقدم برنامج ويمثل ويغني وكل الاشياء مع بعض، كل الاشياء. المهم ضمن نطاق الفن، اهم شيء. يعني الفن كثير حلو بالحياه، يعني كل شخص جواته في فن موجود، بس عاد لها هو يكتشف حاله. طبعا. أنا ليش ذكرت السويدة تحديدا؟ أعرف أنه لا زال أكو صعوبة بالخروج عن النمط. صحيح. يعني كلش محافظين. صحيح. بشكل جدا، العادات والتقاليد عندهم إياها بشكل كبير من الألف إلى الياء. وهذا اللي يميزهم ويحافظ على يعني هاي المنطقة الجميلة، على محافظة السويداء بسوريا. شلون تقبلوا أهلك فكرة إنه قالوا يا بابا يا ماما والله أنا اخترقت عالم الأزياء وصرت ابنكم صار يقدم أزياء؟ صحيح. يعني نحن شلون تقبلوها؟ أول شيء يعني بعتز يعني ومفتخر كثير اني ابن السويدة. أكيد. وابن الجبل. تحياتنا لهم. تسلم طبعا. ربي يخليكي. فانا في قبلنا بالسويدة شجعونا، وعمالقة ومعروفين اسمهم ما بيموت، الراحل فهد بلان او الراحل الكبير فريد الأطرش، اسمهان، وحتى بالساحة الفنية بالدراما السورية غنية بممثلين وممثلات من السويدة. صحيح. بس مو عارضين ازياء. شوي صعب. طبعا اكيد بالبدايه اهلي اكيد ما تقبلوا الفكره، يعني لحد هلا بعد في عندهم شويه اعتراض انه كيف انت بدك تصير عارض ازياء، لانه ماخذين فكره انه عارض الازياء هو انه شخص ممكن يتمايع، ممكن يتدلع. مو انه لا بكامل رجوليته واناقته، هو بده يعرض لوك حتى. صحيح. انت تشوفها شلون يطلع باللبس وشلون تكون الاناقه وشلون يرهم الشاب بالملابس هذه مع هذه بتكاليف. طبعا. بسيطه بقدر الامكان. طبعا. هاي الفكره. هي ايوه. فالفكره الاساسيه اللي ماخذتها العالم مثل ما قلت انه ممكن يتدلع يتماع، بس هي ابدا مو هالشكل. لازم يكون عنده كاريزما خاصه، لازم يكون عنده مشيه خاصه. بالعكس طبعا يعني لازم تكون ملامحه رجوليه، حضور. نعم. لحتى يجذب. شادي، نهاية لقائنا سعيدين جدا بتواجدك معنا. تسلمي. شكرا. واتمنى كثير لك يا ربي الموفقية، وطريق طويل وصعب لكن انت قدها وقدود اكيد باصرار وتحدي وبالمواصفات اللي انت حاملها ومعلوماتك اكيد راح تنجح ان شاء الله. يا نورت صباحنا يا شادي. تسلمي. شكرا كثير لك وكلك ذوق يا رب، ونتمنى نكون لطيفين بهي الحلقة وخفيفين على الناس وتحبنا، وبحب اتشكرك وشكرا كثير لك. شكرا لك يا شادي. اذا مشاهدينا نكمل معاكم بعد هذا اللقاء الجميل مع عارض الازياء من سوريا شادي حاتوم، بقية فقرات صباحنا انتظرونا.